السؤال رحلة الدم هذا العمل الروائي، ويمكن معظم كتابات وأعمال الأستاذ إبراهيم عيسى تثير كثير من الجدل وكثير من التساؤلات. هل هذا العمل روائي بمعنى الكلمة، بمعنى التي يتحقق فيه أو تحقق فيه الرواية كل عناصرها، أم أنه استعراض للتاريخ بأسلوب أدبي مختلف إلى حد ما؟ تقديري أن هذا العمل فيه رسالة محملة على البنية السردية، ومحملة أيضا على الحقائق والوقائع التاريخية، أقرب إلى التصور الأيديولوجي. يعني حضرتك أشرت في التقديم إلى أن من يكتب الرواية التاريخية تتنازعه مقتضيات السرد ومقتضيات التاريخ. في الحقيقة الرواية مثقلة ببعد ثالث هو متصل بالأيديولوجيا، ما يريد الكاتب أن يوصله من أفكار اختار لها بعض الوقائع واختلق لها وقائع أخرى. ونحن هنا بإزاء ما يسميه كثير من النقاد الرواية المصنعة، بمعنى الرواية التي تستند إلى حقائق ووقائع تاريخية. إلى جانب ما أشرت إليه حضرتك، هناك المثال الشهير المتصل بشفر دافنشي عندما كتب دان براون هذه الرواية المثيرة للجدل. كتب في مقدمة الطبعة الأولى أسماء عدد من الباحثين قدموا له المادة التاريخية التي اعتمد عليها. إبراهيم عيسى أيضا أورد في مقدمة الرواية جملة أنه جميع الشخصيات هذه الرواية حقيقية وأحداثها تستند على وقائع وردت في المراجع التاريخية التالية، وأورد عددا من المراجع التاريخية، ما يجعلنا في مساحة تقتضي نقاشا مختلفا حول العلاقة بين حق السارد أو الراوي في أن يختلق وفي أن يبدع وفي أن يخيل، وواجب الالتزام بالحقيقة التاريخية، وبخاصة عندما تتصل بمعطيات لها صلة بالدين، سواء كان شخوص الصحابة أو قضايا فقهية وفكرية تناولها لها صلة بالثقافة الإسلامية مباشرة وبما لهم من قيمة داخل قلوبنا. يقينا طبعا.